مرحبا، هل اشتقت إلى الأجواء الرمضانية؟ تناولت وجبة واحدة في اليوم لمدة شهر. شاهد ماذا حدث لي، هذا ما سنتحدث عنه اليوم. هل تعلم أنه يمكن للجسم البشري البقاء على قيد الحياة دون لقمة واحدة من الطعام لمدة تصل إلى 3 أسابيع؟ بالطبع، الماء أمر مختلف، لا يمكنك العيش بدونه لأكثر من 3 إلى 4 أيام، ولكن مع ازدياد شعبية مختلف الأنظمة الغذائية والصيام، لا يسعني إلا أن أتساءل عما سيحدث لجسمي إذا تناولت وجبة واحدة فقط يوميا لمدة 30 يوما. أنا فعلت ذلك، وإليك ما اكتشفته. لا تنسى النقر على زر الاشتراك وقرع جرس الإشعارات للانضمام إلى الجانب المشرق. أنا وأنت نعرف أنه من المتوقع أن يتناول الناس 3 وجبات متكاملة في اليوم، فطور الصباح والغداء والعشاء. بالاعتماد على مدى امتلاء هذه الوجبات، قد تتناول بعض الوجبات الخفيفة من حين إلى آخر. أنا أفعل ذلك. رقائق البطاطس هي نقطة ضعفي، وهي فعالة للغاية لمحاربة الجوع. عادة ما يستغرق الأمر حوالي 4 ساعات بعد كل وجبة لكي تبدأ عصافير بطنك بالزقزقة وإصدار كل تلك الأصوات المحرجة لتذكيرك بأنه حان الوقت لتناول وجبتك القادمة. ولكن مع العدد الهائل من الأشخاص الذين ينشرون فوائد الحميات التي تعتمد على الوقت مثل الصيام المتقطع، بدأت أتساءل حول التأثير الذي سيحدثه تغيير أوقات وعدد الوجبات على جسمي. هل سأتمكن من فقدان بعض الوزن؟ هل سأتمتع بالمزيد من الطاقة أم أقل؟ هل سيصبح جسمي كأجسام نجوم هوليوود؟ كان علي أن أعرف الأجوبة بنفسي، وعندها صادفت ما يسمونه بوجبة واحدة في اليوم. نعم، هذا بالضبط ما تقوله، تتناول وجبة واحدة في اليوم فقط. لا يوجد العديد من الإرشادات الصارمة لهذه الحمية. يمكنك تناول أي أطعمة تريدها وبقدر ما تريد طالما أنك تتناول وجبة واحدة في اليوم. قبل الخوض في التفاصيل حول ما حدث خلال 30 يوما من حمية الوجبة الواحدة في اليوم، يرجى ألا تنسى أن جميع الناس مختلفون، لذا ردة فعل جسمي قد تكون مختلفة عن ردة فعل جسمك حيالها. قبل أن تحاول تغيير حميتك بشكل كامل، من الأفضل أن تزور طبيبك للتأكد من أنك في صحة جيدة ولن تؤذي جسمك بهذه الحمية على الإطلاق. حسناً، والآن بعد أن أشرت إليك بهذه المعلومة، سأدخل في صلب الموضوع. في تجربتي كان هناك بعض الإيجابيات والسلبيات لهذه الحمية. سأبدأ بالأمور الإيجابية. 1- ليس عليك التفكير كثيراً، هذا من حسن حظي. واحدة من أفضل الأشياء عن حمية الوجبة الواحدة في اليوم هو أنه لا داعي للقلق كثيرا بشأن ما تتناوله، على عكس الكثير من الحميات. لا تشمل هذه الحمية أي مكونات خاصة أو العدة المزعجة للسعرات الحرارية. إن رغبت في البطاطس المقلية يمكنك تناولها. إذا كنت تشتهي وعاء كبيرا من سباجيتي لا تتردد في تناوله أيضا. 2- هذا أمر رائع إذا كنت تريد التقيد بفقدان الوزن. حسنا، لمجرد أنك تتناول وجبة واحدة فقط في اليوم، فهذا لا يعني أن تكثر من الطعام أو تتناول جزءا كبيرا منه. إن تمريض نفسك لن يكون ممتعا وليس بخيار صحي. إذا كنت تهدف إلى فقدان الوزن، فمن المهم عدم الإفراط في تناول وجبة واحدة، نظرا لأنها قد تعطل قدرة الحمية على مساعدتك في الحفاظ على فقدان ثابت للوزن. 3- ستتقلص شهيتك. واحدة من أكثر الأشياء التي كنت قلقا بشأنها في بداية حمية الوجبة الواحدة في اليوم هي التضور جوعا طوال اليوم، ولكن بعد المحاولة لعدة أيام وجدت أن جسمي يتأقلم مع هذه الطريقة في الأكل، ولم تكن شهيتي مفتوحة. من المؤكد أن السبب وراء ذلك هو تقلص حجم معدتي على الأغلب على بضعة أيام، لذا شعرت بالشبع بتناولي لوجبة واحدة في اليوم. في حين أن إيجابيات هذه الحمية كانت مذهلة للغاية، إلا أنه كانت هناك بعض الجوانب السلبية أيضا، وهي 1- آلام الجوع الشديدة في البداية. بالنسبة للأيام القليلة الأولى كانت معدتي تتألم من الجوع الشديد. بدأ الأمر بالصوت الذي يصدره الجوع في المعدة وانتهى بالتشنج المؤلم.
لحسن الحظ بعد بضعة أيام أصبحت آلام الجوع أقل من الأول، كما ذكرت سابقا من المرجح أن معدتي بدأت في التقلص، ووجدت أن الحرص على شرب الكثير من الماء ساعدني في الأيام الصعبة الأولى. 2- طاقة منخفضة. عند اتباع حمية الوجبة الواحدة في اليوم تستهلك سعرات حرارية أقل بكثير مما يستهلكه جسمك، فكما تعلم تساعد السعرات الحرارية على تغذية الجسم ومنحه الطاقة اللازمة. بالنسبة للأسبوع الأول، كل ما أردته هو الاستلقاء على الأريكة ومشاهدة الأفلام طوال اليوم. كانت طاقتي منخفضة للغاية وشعرت بخمول شديد، بالإضافة إلى انخفاض عدد السعرات الحرارية بدأ جسمي في التعود على نقص الوجبات الخفيفة السكرية التي كنت أتناولها من قبل. لذا إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى جرعة يومية من السكر، فستكون هذه الحمية صعبة جدا بالنسبة لك، ولكن إن لم تتمكن من صد شهواتك فسوف تختفي في نهاية المطاف وسوف تتوازن مستويات الطاقة لديك. هذا ما حدث لي في الواقع. لذا في المجمل كنت راضيا جدا بحمية الوجبة الواحدة في اليوم. لقد اعتمدتها لمدة 30 يوما لا غير، على الرغم من أنه كان بإمكاني القيام بها لمدة أطول، ولكن هذه ليست مسابقة أو أي شيء من هذا القبيل. في الحقيقة إن اعتماد حمية كهذه لأكثر من شهر لن يكون جيدا لجسمك أو صحتك. لذا مجددا من الأفضل دائما استشارة الطبيب أولا. بعد مرور 30 يوما اكتشفت أنني فقدت بعض الكيلوغرامات. لقد أحسست بشعور رائع لأنني أصبحت أكثر رشاقة وبصحة جديدة، وكنت أيضا فخورا جدا بنفسي للالتزام بهذه الحمية الذي كان من سهل الاستغناء عنها. هذا يبرهن عن ما يمكنك تحقيقه إذا صممت على فعل شيء ما. وبالطبع عندما كنت أبحث عن هذا الموضوع قبل البدء في القيام بهذه التجربة الصغيرة، صادفتني بعض المخاوف لخبراء طبيين تجاه حمية الوجبة الواحدة في اليوم. كان أحد المخاوف الرئيسية التي وجدتها على الإنترنت هو أن الرجال والنساء يستجيبون لهذا النوع من الصيام بطريقة مختلفة. تحتاج المرأة إلى مستوى أعلى من الحديد في نظامها الغذائي، لذا بوجبة واحدة فقط في اليوم قد يحرمن أنفسهن منها، وهذا ليس بالأمر الجيد. اطلعت أيضا على العديد من الدراسات أجريت واحدة منها عام 2017 من قبل الباحثين في جامعة ساسكاتشيوان، كما أحب قول ساسكاتشيوان، ووجدوا أن حمية الوجبة الواحدة في اليوم مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، لأنها تساعد على فقدان الوزن وخفض مستويات السكر في الدم. ومن ناحية أخرى لا توصل كثير من المصادر الطبية عبر الإنترنت بهذا النوع من النظام الغذائي إذا كنت تعاني من مرض السكري، نظرا لأن هذا المرض يشتمل على توازن دقيق للحفاظ على مستويات السكر في الدم لديك. مجددا في هذه الحالة تكون استشارة الطبيب واجبة. أظهرت دراسات أخرى أنها تساعد فعلا في زيادة أمل الحياة عند الولادة للأشخاص الذين يعانون من السمنة، وهناك آخرون قد وجدوا علاقة بين انخفاض السعرات الحرارية وتحسين وظيفة القلب والذاكرة. لم أواجه أي من ذلك، لكنني جربت هذه الحمية مرة واحدة فقط. كل ما أعرفه هو أن هناك الكثير من التعليقات الإيجابية عبر الإنترنت عندما يتعلق الأمر بتناول وجبة واحدة في اليوم. إنه أمر خصوصي للغاية، يجب على كل شخص أن يتحقق منه مع طبيبه لمعرفة ما إذا كان بإمكانه فعل ذلك بأمان. الكثير من الناس يوصون به، وأنا سعيد بالنتائج التي حصلت عليها وفقداني للوزن. هل حصلت على جسم نجوم هوليوود؟ كلا، ليس بعد، ولكنني سعيد بجسمي الآن. لذلك إذا كنت تتطلع إلى فقدان بعض أوقيات مثلي، أو كنت تود فقط الشعور بتحسن في حياتك اليومية، فقد تكون حمية الوجبة الواحدة في اليوم هي ما تبحث عنه فعلا. وكما يقال، هل هناك منكم من هو جاهز لتناول الغداء؟ أنا فقط؟ حسنا لا بأس. هل ستفكر مطلقا في اعتماد حمية الوجبة الواحدة في اليوم؟ أخبر الجميع بذلك في قسم التعليقات أدناه. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، وانقر زر الاشتراك للبقاء على الجانب المشرق من الحياة. إلى اللقاء.